ورحمة الله وبركاته طلابي، يسعد أوقاتكم إن شاء الله. اليوم راح يكون في عندنا حصة عن الجايد رايتنج، وهو في المراحل الأخيرة. طبعا راح نحاول ننجزه اليوم. وتعرفوا الجايد رايتنج أنتوا أخذتوا على مدى الفصل الأول، وأيضا أخذتوا أجزاء منه في بداية المستوى الرابع. طبعا أنتوا بتعرفوا الجايد رايتنج موقعه كالتالي، دائما في ورقة الامتحان. لو أخذنا امتحانكم تبع السنة الماضية، لاحظوا جايب لهم اياه في الصفحة الرابعة اكيد، اللي هو كوستشن نمبر 5 فرع بي وعليه 6 علامات. طيب لو جينا الان ننتقل اخواني الى الفوج التكميلي، ايضا في نفس الموقع في الصفحة الرابعة على شكل جدول. جايب لهم اياه ايضا على benefits of attending summer classes. اوكي طيب الان لو سمحت جميعا خنعمل تشيك سريع لبعض الامور اللي اخذناها في الفصل الاول. هاي خط اليد، اوكي نبدا بسم الله. اوكي قلنا النوع الاول هو النوع الجمل الخبري اللي ببلش خلينا نقول بكلمات مثل benefits، طرق، ways، فوائد، reasons اسباب، results نتائج، purposes غايات، tips نصائح، impacts. اذا اي اسم جمع. حتى حكينا للشباب قلنا اذا كان في قبلها ذا، اوكي احذف الذاء وخليها فقط لا غير على زي ما هي على الجمع. ثم قلنا بيعطيني ايش اربع افعال او اربع جمل تبدا بافعال، فنحولها للجرند فيرب اي ان جي. فهون الطريقه بسيطه جدا. فعندنا فيرستلي اول، يعني اولا او حطيتها بدون فيرستلي. ذير ار بني، هناك العديد من، بتحط انت هنا شو كامل العنوان موجود فوق. such as مثل النقطة الأولى verb ing، النقطة الثانية verb ing. in addition إضافة لذلك في أداة أخرى زي also، there are other ثم العنوان مرة ثانية، أوكي like مثل النقطة الثالثة والنقطة الرابعة. طيب لو أخذنا مثلا benefits of walking، فوائد المشي، حاط لي أربع نقاط. أوكي فلاحظ مثلا عندنا هون firstly أولا there are many، هنالك العديد من، لاحظ الان عنوان كان موجود هون benefits of walking. تمام such as، لاحظ الفعل الاول improve، حطينا improve قلنا الاس شو حطينا معه ing، اذا مثل تحسين heart health او heart health عفوا and aiding weight lose، وايضا المساعدة في فقدان الوزن. اذا معناته اولا هنالك العديد من فوائد المشي مثل تحسين الصحة القلبية وأيضا المساعدة في فقدان الوزن. لأن في عندنا ظل إيش؟ ظل جملة ثانية اللي هي الشق الآخر، في عندك strengthens تقوي muscles العضلات، وأيضا عندك rigorous خلينا نقول تنظم blood pressure ضغط الدم. فلاحظوا صديقي العزيز عندنا هون، لاحظوا كيف كمل الآن in addition إضافة إلى ما سبق، in addition إضافة إلى ما سبق there are other، لاحظ بعد other شو هنا other أول شيء أخرى شو حطينا benefits of walking، فوائد المشي، عد العنوان مرة ثانية like مثل strengthening تقوية، لاحظ قبل الأس حطينا ing، strengthening muscles and regulating blood pressure. هاي طريقة اللي بتغطي تقريبا 80% من مواضيع المستوى خلينا نقول الثالث والرابع أو الامتحان المكس اللي راح تمتحنوه أنتم إن شاء الله. نشوف بالله بعض أسئلة السنوات السابقة، نشوف زملائكم الأكبر منكم بعام، نشوف شو جابوا لهم. ها امتحان الصيفي جابوا لهم tips of doing أو tips of for studying long hours without getting tired. عنوان صحيح طويل لكن خلينا نكتب شو ورانا، خلينا نمسح بعض الأمور. بسم الله الآن حاول تساعدني نكتب المنطقة هاي. اختار اللون الأسود. يلا قلنا الجملة تبدأ فيرسي أو بدونها مش إشكالية. there are
many. الآن عندك العنوان tips نصائح for studying long hours without getting tired. نكتبها كلها. إذن نكتبها كلها tips for studying long. هاي خلص قبليكم. إذن first there are many, حط العنوان many benefits of أو عفوا many tips for studying long hours without getting tired عفوا. ثم حطينا such as على سبيل المثال. الآن في عندك أنت أربع نقاط. prioritize إعطاء الأولوية ل your schedule جدولك. take regular breaks خلينا نقول أخذ استراحات متكررة. وستدي ان دي لايت والدراسة في ضوء النهار وإيجاد مكان مناسب find a suitable place to study. نص such as نحط أول نقطتين مع بعض. إذا نختار لون مميز عشان نعرف شو اشتغلنا. طيب مثل الأولى قلنا نجيب الكلمة الأولى prioritize بس شو نسوي فيها نقيم الحرف الأخير اللي يحط ing sizing your place or your schedule and النقطة الثانية taking regular breaks. هاي الجملة الأولى أنجزناها. هسه الجملة الثانية بنحط also أو in addition. مثلا اخترت also نفس القصة also there are other ثم العنوان مرة ثانية اللي هو tips for يعني تنقلها من tips لعند ولا تخلي شيء يعني بدك تعيدها نفس القصة. إذا tips for studying. إذا لعند like يعني حطينا لعند تيار تقولنا ثم أضفنا بدل such as like. الآن like شو عندنا نقطتين اللي هي الأولى اللي هي الثالثة عفوا studying in daylight and finding suitable أو suitable place to study. هذا الفوج الأول اللي امتحنوا في 2019. طيب خلينا نشوف كمان امتحان ثاني لزملائكم طبعا وخلصنا. اعمل سكرين شوت للشاشة وصور اذا محتاج اي شيء. طيب نجي امتحان تكميلي. benefits of attending summering classes يعني فوائد الالتحاق بصفوف مدرسية. اتوقع هذا سهل عليكم فيش اي اشكالية. يعني وجينا الان احنا هنا شفوية يلا جربوا. first there are many ايش قلنا benefits of standing or attending summer classes. اذا هنالك عدة فوائد للالتحاق بصف الصيفية. If, such as مثل قلنا increasing self confidence زيادة الثقة بالنفس and developing social skills وتطوير المهارات الاجتماعية. نقطة خلصنا الجملة الأولى. الآن نعيد نقول also in addition فاصلة there are other benefits of attending summer classes like developing social skills and developing academic skills and and ايش قلنا promoting اخر كلمة promoting physical activity وترويج النشاط او تشجيع النشاط خلينا نقول
الجسدي أو نشاط رياضي. خلصنا هون، ننطلق للورقة مرة ثانية. نتوقع واضح، لكن ملاحظة، تحويل عنوان اللي بيكون على شكل سؤال، مثلا زي how، زي خلينا نقول مثلا what أو why، وهل مجرى how what، وفي عندنا أيضا why. القاعدة بتقول كالتالي، الأمر بسيط، إذا شفت how فأنت راح أكيد راح تشطبها وتحط بدلها كلمة sorry كلمة with. إذا بدل how نحط كلمة إيش يا إخوان؟ كلمة with. وبدال كلمة what حطينا things، وبدال كلمة why حطينا كلمة reasons that make. هاي أهم شيء. طبعا هنا في ملاحظة راح نأخذها بعد شوي، بس خلينا نشوف شو راح نسوي. طيب الآن إخواني خلينا نشوف سؤال وزارة سنوات سابقة. هذا جميل. how to start diet، كيف تبدأ الحمية الغذائية؟ فلاحظوا هون شو سوينا. firstly there are many، مباشرة حذفنا الهاو، حطينا كلمة ايش؟ with. كمل جملة to start diet، ثم طبيعي such as مثل. الآن قلنا go بصير going، الذهاب إلى will balance diet إلى حمية غذائية منتظمة، and choosing certain protein sources، واختيار مصادر بروتين متنوعة. ثم عندنا in addition قلنا also there are other، العنوان مرة ثانية بس قلنا how بصير with to start diet، هناك إذا طرق للبدء بحمية غذائية like مثل eating plenty of healthy food، تناول وجبات كافية من الطعام الصحي، and drinking much water، وشرب كمية كافية من الماء. هاي فيما يتعلق بالسؤال هاو. كثير طلاب وضع السؤال بتعمد يجيبه، احتياط واجب. خلينا ناخذ الان مبدا وات. قلنا وات تحذفها بتحط things، وعندنا واي سبجكت اوكزيليير. قول الطلاب دائما دير بالك بالنسبه لواي وفاعل، دائما واي تحذف. واحد بقول لك مثلا لماذا مثلا الطلاب يتأخرون في دراستهم، مثلا هنالك عدة أسباب تجعل الطلبة يتأخرون. لماذا يجب علينا أن ندرس بجد؟ هناك عدة أسباب تجعلنا ندرس بجد. إذا معناته أن دقيم الواي بالدقيم الأداة كلها الواي، وأحذف الفعل المساعد كله عشان أمدحه. أنا حاط أصلا reasons that make be الفاعل، يعني دحين الفعل المساعد بصير هناك عدة أسباب تجعل الفاعل يفعل كذا. نشوف والله الآن سؤال وزارة على ما أعتقد الموجود. في عندنا بال 2017 الدورة الشتوية شهر واحد، بالصفحة الأخيرة ورقة الامتحان كامل فعل جايب لي هاي الأداة why people should read more books، لماذا يجب على الناس أو لماذا يتوجب على الناس أن يقرأوا الكثير من الكتب. حاط لك هو طبعا الأهداف إنه تطوير verbal abilities أو القدرات الفعلية، و increase زيادة focus and concentration زيادة التركيز، و خلينا نقول الانتباه أكثر، و refresh خلينا نقول تنمية الميموري الذاكرة وإنعاشة، و improve imagination skills وتحسين مهارات الخيال. إذا لو جينا بالعربي هنالك عدة أسباب التي تجعل الناس بدون يتوجب، بدون ما نقول والله هناك عدة أسباب يتوجب الناس، لا هناك عدة أسباب تجعل الناس يقرؤون الكثير من الكتب. لو جي الآن حاولنا حليها مع بعض، إذا أتوقع سهلة. أوكي بس خلينا نجهز الشاشة. إذا فرسي دير آر ماني، نحذف why، نستخدم كلمة reasons، هنالك عدة أسباب، احفظها، that make التي تجعل people الناس بدون فعل مساعد should، مكمل الفعل الرئيسي read more books، نكمل طبيعي such as،
developing verbal abilities. نقول مثل such as developing verbal abilities, القدرات الكلامية. And النقطة الثانية increasing focus and concentration. هاي الجملة الأولى خلصناها. طبعا نكمل also أيضا. سامحوني إذا في أخطاء إملائية لأن واحد طابعة شوي أو مش طابعة بشكل عام نظام بغلب نزل بخط اليد وتنقل وكذا لأنه في أي خطأ بروح مباشرة. also أيضا بدك تعيد الآن مرة ثانية there are. هذا بدك تحط عنوان مرة ثانية اللي هو قلنا بدل why بتحط into reasons that make people read more books ثم like ثم عندنا refreshing memory and improving skills. اتوقع واضح. ننتقل الى جبهة ثانية. هنا خلصنا. اذا فيش داعي. اتوقع كله سهل. حاول تعمل سكرين شوت. نرجع للصفحة الرئيسية. قلنا إذا معناته إذا جاب لي عنوان purposes there are من العنوان زي ما هو. أما إذا جاب لي أداة why فلاحظوا هون why do people leave their countries؟ لماذا الناس يتركون دول أوطانهم؟ في عندك find إيجاد بيتر جوز وظائف أفضل complete high education كمال التعليم العالي واسكيب الهروب from wars من الحروب وأيضا seek better life وطلب حياة أفضل. طيب الأول نلاحظ هو إنه firstly there are من حطينا بدل why خلينا نزول إياه تحت لاحظوا بدل why معدول الفعل المساعد شطبناها حطينا reasons that make جعلنا يعني هو هناك أسباب تجعل الناس يتركون أوطانهم بدون طبعا الكوستشن مارك أكيد تنسى تقيم الكوستشن مارك ثم حطينا such as صح such as مثل حطينا الأولى هنا finding إيجاد better life عفوا better jobs ثم and مع النقطة الثانية completing إن التي حطينا أيضا خلصنا ثم in addition منعيد مرة ثانية عنوان لو جينا هو مثلا هيك نعمل شو سوينا بالضبط طب حبوا الذاكرة اللي يقول لك شو صار بالضبط يعني هون اذا in addition مرة ثانية نعيدها there are other other ايش reasons that make people leave their countries like مثل escaping from wars and النقطة الأخيرة اللي هو seeking better life اتوقع سهل جدا. في عين ظل عندنا اتوقع بدل لحظة في what كان ايوه what should be done to keep fitness كمان what أداة سؤال بس عمر ما جابوها منهاج جديد لكن احتياط واجب. what should be done to keep fitness ما الذي يتوجب علينا القيام به للحفاظ على اللياقة. حاط لك drink اشرب 8-10 liters of water daily run 2-4 kilometers every morning اركض 2-4 كيلومتر يوم كل صباح اركض 2-4 كيلومتر كل صباح مش ليكو طبعا للناس الرياضيين اذا قمت بفراشك انت خلال دقيقتين بتكون رياضي
Do exercise القيام بالتمارين وreduce تقليل the amount كمية كالسعرات الحرارية. إذا كان صينية بطاطا خاصة برمضان هزيت ما شاء الله. طيب مشي. First there are many. شو سوينا يا إخوان؟ جبنا بس كلمة why. هاي نعيد كل ورقة. هاي الورقة مرة ثانية قلنا إحنا في أدوات مثل what نحذف نحط إيش بدلها things that. إذا معناته first there are many things that هناك عدة أشياء should be done. إذا بدل what حطينا things that. وإذا question mark مباشرة حذفناها. Then firstly, there are many things that should be done to keep fitness, such as drinking 8 to 10 liters of water daily and running 2-4 kilometers every morning. ثم جملة ثانية, in addition, there are other things that should be done to keep fitness, like doing exercise and reducing calories. أتوقع سهل جدا. ظل عندنا أمور احتياط. طبعا في احتياطات. أخذ نفس الآن. الآن في قضية تجيب لك جدول من عامودين, الأمر مستبعد جدا, بس دائما أقول للطلاب تعود عليه عشان بلش تنسى الرايتنج. الرايتنج اللي هو خلينا نقول الفري رايتنج عليه 14 علامة. تتذكروا بالوحدة السابعة اللي أخذنا فيس تو فيس ليرنينج اللي هو خلينا نقول التعلم وجه لوجه, مقابل الاونلاين ديستانس ليرنينج التعلم عن بعد الكتروني. الان انتم قاعدين بتمارسوا, فلاحظ حط لك خصائص ميزات للطرف الاول, وهو انه there are a lot of opportunities, هنا الكثير من الفرص, for group discussion النقاشات الجماعيه الخاصيه الاولى للفيس تو فيس ليرنينج, وايضا ميزه ثانيه انه there is a lot, هناك الكثير of support ندعم from lectures المحاضرين وتوترز المدرسين. العامل الثاني في عندك online distance learning التعلم الالكتروني عن بعد, انه you don't have to attend the class, مش شرط تلتحق بالمحاضرات, ويو كان اير ماني, بامكانك تكسب المال while you are, بينما تكون ايش الصديق تدرس. فالآن أخواتي وأخواني الأعزاء نتدرب قلنا للفري رايتنج. لاحظ أندى وانها من ناحية الأولى هو العنوان, وهو face to face learning has made له عدة qualities, خصائص such as الجملة الأولى كلمة there are a lot of opportunities for group discussion and there is a lot of support from lectures and tutors. إذا التعلم الإلكتروني أو من ناحية الأولى إن التعلم الإلكتروني له عدة خصائص مثل أن هنالك الكثير من الفرص للتعلم الجماعي, وأيضا هنالك العديد من السبورت الدعم from lectures المحاضرات وتيتورز المدرسين. لو جي الآن على الأونلاين ديستانس ليرنينج التعلم عن بعد, في لاحظوا أن you don't have to attend the class, ليس شرط أن تلتحق بالمحاضرات, وأيضا you can إير ماني تكسب المال while you are, بينما تكون الصديق تدرس. الآن طلاب أتوقع تذكروا إنه هذا الموضوع أخذناه في نهاية الوحدة السابعة, وهو كانت قطعة الإدوكيشن إن جوردن التعليم في الأردن, وحكت عن هذا الموضوع وقلنا لكم إنه مرشح بدرجة أولى يكون موضوع رايتنج, وهذا الآن قاعد يمهد للحصة القادمة. وأتوقع الأمر واضح. عند أذرها من ناحية أخرى العنوان الثاني online distance learning has له some qualities like you can earn money, often you don't have to attend the class, or you can and you can earn money while you are studying. فحلو هذا نأخذه, راح نأخذ الحصة القادمة بطريقة في writing. أوكي طيب, طلع عندنا بعض الأمور يا إخوان ركزوا معي. طبعا هذا الإجابات اللي حكيناها قبل شوي, في الفرق بين طبعا الوحدة العاشرة لقيت هاي الفروقات, لكن الوحدة العاشرة الآن تعرفوا موقفها شوي ضعيف خاصة في المرحلة الأزمة الكورونا الحالية, واحتمال الوحدة العاشرة تأخذ أقل جزء من العلامات, لكن احتياط واجب مش راح نخسر أي شيء. في عندك الفرق بين interpreter career مهنة المترجم و engineer career مهنة المهندس. فلاحظوا مهنة الانتربرتور مهنة المترجم هي انها كومفورتبل مريحة, بعكس عكس الانجينير المهندس اللي هو انكومفورتبل. في عندك الانتربرتور كارير مهنة المترجم اللي هي ريوردينج مجزية مربحة, لكن في عندك الانجينير كارير اللي هو نوت ريوردينج غير مجدية او غير مربحة.
فيما يتعلق بانتربريتر كارير، مهنة المترجم السكيور آمنة وأيضا بعكس تماما من مهنة المهندس وهي دينجرس. فلاحظوا بكل بساطة on the one hand ليه استخدمنا on the one hand the other hand سواء بالجدول هذا أو الجدول السابق. لو سألت عن موضوعين متناقضات وهالآن جالس حالك مشان رايتنج الحصة القادمة أوكي، إنه معنى آخر لما يكون عندك أنت فقرتين ضد بعض، مرة حسنات مرة سيئات، مرة خلينا نقول أسباب نتائج، هناك تستخدم أنت on the one hand on the other hand. أما in addition also هاي للربط بالأدوات اللي بتكون متشابهة بين حسنات أو سيئات زي بعض. فلاحظوا هون on the one hand، الناحية الأولى إنه interpreter career مهنة المترجم، حطينا أفعال بي is مالها is comfortable rewarding and secure، بكل بساطة بتاش أي مشاكل. on the other hand من ناحية أخرى engineer career مهنة المترجم is uncomfortable مريحة عفوا غير مريحة not rewarding غير مربحة وأيضا dangerous. طيب خلصنا استاذ، يعني قولتك انه اخر جدولين حكي فاضي لكن احتياط واجب. ركزوا معي، فيش اشي حكي فاضي لكن فعليا راح يستفيد منه لاشياء معينة، هو انه يجي بالوزارة بنسبة 100% اتوقع 0% كذول الجدولين بالذات، لكن لا تنسى مهدنا للرايتنج. هون في عملتك هذا القالب، رجاء ركز معي. Your name اسمك فريدة جبل and you want to apply to read تريد أن تتأفن، اسمك فريدة جباري أو اسم معين، مثلا ممكن خلوا الاسم حتى يكون محايد، مثلا حطوا نسيم أوكي، اسم نسيم يعني بضبط اسم بنت أو شاب، ممكن نضال، ممكن عصمة، وسام كثير مشهور وسام. طيب فركزوا معي أخوان رجال، إذا your name اسمك فريدة جباري and you want وتريد to apply أن تتقدم for a job لوظيفة في secondary school مدرسة ثانوية في عمان، write short cover letter اكتب رسالة تقديم using باستخدام the following information المعلومات التالية، الادرس العنوان 218 رينبو ستريت عمان، education تعليم degree in English عنده درجة بالإنجليزي 2009 حصل عليها، و work experience الخبرة العملية إنه teacher معلم في مدرسة أو مدرس إنجليزي عفوا في عمان. I am فريدة جبالي هو الاسم، إذا معناته اللون الأخضر هو المتغير. I live in 2000 street أو rainbow street in عمان، هاي طبعا أخذناها من النص أكيد زي ما شايفين. I have a degree لدي شهادة بالإنجليزي أخذتها سنة 2009 و I work as وعملت كمعلم في خلينا نقول في عمان، إذا سهل جدا. لكن السؤال بيطرح نفسه الآن إنه أستاذ أنت منين جبت هذا الموضوع؟ أيوه أقول لكم منين جبت هذا الموضوع. يا إخوان إذا بتتذكروا بصفحة 140 ركزوا معي. من 40 تتذكروا في عندنا كان موضوعين بعد الكاسيت، هون بدي speaking عندنا شخصيتين، واحد اسمه حكيم طارق حكيم وواحد اسمه هشام خطيب، طبعا هذا اسمه الكبر لتر سادة التغطية. شو قصة هذول استاذ؟ ركزوا معي لو سمحتوا. مثلا اثنين هذول الشابتين قرأوا هذا العنوان، قرأوا هذا الإعلان في جريدة، معناته سجزك تمهدلنا انه كيف نكتب رسالة طلب وظيفة صح؟ ايوه ركزوا معي عشان الحصة القادمة يا اخوان، الان كل الان تمهيد للحصة القادمة، الحصة اللي دائما انتوا تشكوا منها قضية الرايتنج، ما عنديش معلومات اكتبها، طيب ممكن تركزوا معي شوي ولا هي تفكر انها قاعدة مش عليها بالموضوع الرايتنج؟ الرايتنج يا اخوان بده procedures بده skills بده كلمة، طب ممكن تمشي معي ولا بس شاطرك سابق الله اعطيني قاعدة كيف اكتب موضوع تعبير؟ طب اكتب اول شيء جملة بالعربي الاول، تعال كمل معي. researcher for pharmaceutical company مطلوب باحث لشركة ادوية، an established pharmaceutical company شركة ادوية ريادية is looking تتطلع للبحث او تريد توظيف مثلا researcher باحث،
The successful applicant المتقدم الناجح will satisfy عليه أن يلبي the following requirement المتطلبات السابقة. لازم يكون عنده good science degree، لازم يكون عنده شهادة علوم جيدة، وعنده knowledge معرفة بالpharmaceutical industry صناعة الدوائي، وأيضا عنده previous experience خبرة سابقة of working بالعمل في in this industry في هاي الصناعة، وأيضا عنده excellent research skills عنده مهارات بحثية خلينا نقول ممتازة. هذا الموضوع داخل كتابك. كيف راح يجي من الوزارة هاي خليه الآن عجب. الآن يا إخوان في إشي اسمه CV وإيش اسمه كفر لتر. السي في بتكون زي الاسم مثلا هشام طارق، طبعا هون الآن هذا مجرد كلام داخل كتابك انه كيف الطالب بكتب السي في او بكتب كفر لتر. السي في لاحظوا الاسم هشام خطيب او لا، خلينا نبلش بالشاب الاول. احنا هون وصلنا هاي الصفحة، توقع الكلمات قرناها قبل المرة بس قرنا احتياط achievement انجازات adaptable تكيف competent متخصص كن سين شخص اللي هو شديد الاهتمام. في عندنا كونتاكت ديتيل تفاصيل الشخصية enthusiastic اللي متحمس keen حريص personal attributes سمات شخصية qualification مؤهلات. وفي عندنا reference مرجع، طبعا مرجع اللي هو مثلا مين بيعرفك، مثلا انا والله المرجع تبعي مثلا خلينا نقول بالتخصص الانجليزي مثلا دكتور ناصر مثلا او الدكتور محمود او الدكتور عبد الله واهل المجرى، فانا لازم ايش معنى اخر هذا المرجع تبعي انه مثلا اي واحد سال عني بقوله اسال فلان فلان، او مثلا مجال الشركات انه والله اساله مدير الشركه الفلاني او اساله مدير البنك الفلاني. مش قضيه الان تريننج تدريب، في عندنا ورك اكسبيرينس خبره عمل. مرة ثانية كونتاكت ديتيل تفاصيل الشخصية نيم الاسم بيرسونال اتريبيوت سمات شخصية كواليفيكيشن مؤهلات وتريننج تدريب ريفرنس مرجع سكيلز واتشيفمنتس مهارات وانجازات. وايضا في عندي ورك اكسبيرينس خبرة عملية. مرة ثانية نقص الاسم طارق حكيم تفاصيل الشخصية 5 نورث ستريت عجلون. الخبره العمليه ورك اكسبيرينس اشتغل من سنه 2009 ل 2012 كشوب اسيستنت كمساعد خلينا نقول صيدلاني. من 2012 2014 اشتغل مراسل ريبورتر لميديسين توداي مجله اسمها العلم اليوم او الطب اليوم. و 2014 حتى ناوي الان اشتغل اديتور كمحرر ات ساينتفك جورنال في صحيفه علميه. الكواليفيكيشن المؤهلات والتريننج التدريب اشتغل ديجري شهادي بالكيمستري بالكيمياء جراجو تخرج 2008، وايضا سيرتيفيكيت حاصل على شهادي بالجورنزم الصحافة سنة 2011 على ما اعتقد. اوكي، وايضا عنده سكيلز المهارات واتشيفمنت الانجازات. عنده انه اشتغل كابتن ككابتن لكره السله في المدرسه سكول باسكت بول، ايضا عمل فولنتير ورك عمل تطوعي في تشاريتي جمعيه التي هيلب تساعد كبار السن، وايضا بيرسونال اتريبيوت سمات شخصيه بقول اي انوني اي ام اكون شينشاس وركر عامل مجتهد اند اي ام فيري انثيوسيستيك اللي هو متحمس but about often working العمل في pharmaceutical صناعة الأدوية. رفرنس المرجع بقول لك بتسألوا عني اسألوا أسامة الحايك وهو chemistry teacher مدرس كيمياء في my secondary school مدرسة الثانوي. هذا الشاب اللي ينحكى. الشخصية الثانية طبعا الآن عفوا الآن ركزوا معي شلون هذا اسمه طبعا سي في يعني 1 2 3 4 5 لكن كبرتر خلينا نقول الآن بحول السي في إلى كلام إنشائي. حاول تقرا لي اياها طبعا لو بالعربي جاهز حالك عشان هذا بدي اخذها للحصه القادمه اوكي مشان موضوع الجايدد او عفوا. فبعد ما قرانا السي في لطارق حكيم هي اسمها كلها تاسيسي، لاحظ الان بده يكتب ما يسمى كفر لتر رساله ايش تغطيه. هاي كفر لتر بحكي فيها كالتالي دير سير او دير مدام حسب المدير او المديره للشركه بيحكي I would like أود to apply أن أتقدم for the position لمهنة
لاحظوا هون عندنا ريسيرشر مهنة الباحث. اتيور هون اسم الشركة فارماسيوتيكال كومباني شركة الأدوية. As can be seen وكما ترون من الclose curriculum vitae سيرة الذاتية المرفقة that I have a degree عندي شهادة بالكيمستري بالكيمياء. Furthermore فضلا عن ذلك I have work عملت كشوب assistant كمساعد خلينا نقول في كيمست في صيدلية. أوكي صيدلية يعني. So لذلك I know أعرف a lot about حول هذه الصناعة. I also have لدي أيضا qualification مؤهلات in journalism في الصحافة and I have worked previously وعملت سابقا for a scientific journal في صحيفة علمية. I have excellent research skills عندي مهارات بحثية ممتازة. بقول in my spare time في وقت فراغي I help أساعد كبار السن elderly people and I can see وأرى the difference الاختلاف الذي الميديسينز الأدوية كان ميك تعمله اللي يدير لايفز لحياتهم. I am very keen أنا حريص جدا to join أن أنضم إلى هذه الشركة that can really إذا مرة ثانية I am very keen to join a company that can really help people. I look forward أتطلع to hearing from you concerning فيما يتعلق بـ next stage المرحلة المقبلة من application. المخلص لكم yours faithfully طارق حكيم. على فكرة هذا الموضوع راح نستخدمه الحصة القادمة إن شاء الله في كتابة اللي هو application letter set خلينا نقول طلب وظيفة. طب نيجي على الشخصية الثانية في عندنا مين هو طبعا اللي هو هشام الخطيب بيحكي أو خلينا نقول هون السي في لاحظوا كيف مرقمة هاي اسمها سي في مختصرة contact detail تفاصيل شخصية بقول إنه ساكن في 22nd East Way Irbid. الخبرة العملية واكسبيرينس من 2010 حتى الآن اشتغلت كسيل ريبريزنتيف ممثل مبيعات فور لارج فارماسيوتيكال كومباني شركة أدوية وأيضا كواليفيكيشن مؤهلات وترين تدريب بقول عندي ديجري شهادة بالفيزيكس وتخرجت بال 2009 ونمبر 5 سكيلز واتشيفمنت اي ون سيلز بيرسون اوف ذا يير اوورد ان 2013 يعني حصلت على خلينا نقول موظف المبيعات لجائزة العام في سنة 2013. Personal attribute السمات الشخصية I am very competent worker and I am also أيضا adaptable. والمرجع اللي حاب تسألوا عني سمية الرحال وهي دايركتور مديرة in my current job في وظيفتي الحالية. الآن ما تبقى اسمه CV أو cover letter للتغطية. كيف الآن نحول الكلام من 1-7 من CV إلى إنشائي فاسم هاي cover letter. I am very interested أنا مهتم بposition وظيفة researcher باحث في your pharmaceutical company في شركة الأدوية خاصتكم. You will see تترون from my enclose أو the enclose curriculum vitae that I have work أنتي عملت أو أنني عملت in the sales في مبيعات for a large pharmaceutical company في شركة أدوية for many years عدة سنوات. I have been successful أو I have been very successful كنت ناجحا جدا في هذه الوظيفة and I was salesperson وكنت مندوب مبيعات for the year للعام ل 2013. I would now like أود أن أواجه new challenge تحدي جديد and I would be interested وأكون مهتما in moving في الانتقال into research إلى مجال البحث. I have a degree لدي شهادة في الفيزيكس. I am a competent and adaptable. لاحظوا هاي الجملة على فكرة اجت مرة اشتقاق. اذا انا عامل مجتهد وكفو and I believe واعتقد I can be successful ساكون ناجحا in any position في اي وظيفة. I like reading احب القراءة والكامبينج التخييم. I also like traveling احب ايضا السفر. References are available. المرجعيات اللي حتطلبوها مني available متاحة بناء على ريكوست على طلبكم. I look forward أتطلع to hearing الاستماع from you منكم. Your sincere مخلص لكم هشام الخطيب. بحكي الآن طبعا who do you think من تعتقد اللي هو best applicant المتقدم الأفضل بهذه الوظيفة why not إلى آخره. طبعا جواب هو طالق okay my the best applicant هذا كان بهمناش الآن. ثم بحكي الآن اكتب خلينا نقول أو you have seen رأيت advertisement إعلان
فرجب لي وظيفة and would you like وتود التقدم لها. decide قرر what job the advertisement ما هي الوظيفة اللي بداخل الإعلان. اكتب سيرة ذاتية ورسالة تغطية. طبعا نطلب منه رسالة تغطية مبدئيا. فولو اتبع التعليمات في الاكسرسايز 3. هذا راح ناخذه الحصة القادمة. الان ارجع لموضوعنا. منين انا جبت الموضوع الرايتنج الصغير اوكي اللي هو كان اسم فريدة جباري وعنوانها ادرس 2018 رينبو ستريت عمان جوردن وعندها شهادة بالانجليش الى اخره وخبرة عملية كمعلمة. هذول قصيتن وحطيتن على شكل ايش؟ على شكل موضوع تعبير صغير. خلينا نرجع لمحل ما كنا. من هون your name اسمك او اسم فريد جباري and you want وتود to apply ان تتقدم for a job لوظيفة في secondary school مدرسة ثانوية في عمان. write short cover letter او رسالة تغطية باستخدام المعلومات المعطاة العنوان والتعليم والخبر العملي وهذا كتبناه قدامكم. والان هل ممكن يجي؟ راح يجي بنسبة 0% لكن احتياط واجب. طبعا في هنا موضوع ثاني اوكي هذا عندكم واجب الان اكتبوا لي اياه. بكون بالحقيقه خلصنا الجايد رايتنج والحمد لله فضل رب العالمين. الحصه القادمه راح ناخذ مهارات الكتاب بشكل عام وراح نختار عده مواضيع نكتبها ان شاء الله. في هاي اللحظه بقدر احكي لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.